فهذا أيضا الأمر الثالث. كذلك من الأمور التي تثبت الإنسان على على طريق الاستقامة وطريق الخير الدعاء، وهو أعظم سلاح لك وهو خاص فيك، جعله الله سبحانه وتعالى لكل مسلم، لكل مسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ما في أحد خاص هو فقط الذي يدعو، كل مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء الصالحين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعاء بالثبات أن الله سبحانه وتعالى يثبتك ولا تجعلك يعني تزيغ عن طريق الله سبحانه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ثبتنا يا رب ولا تزغ قلوبنا عن طريقك وعن مرضاتك. كذلك دعاء آخر ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، دعاء بثبات الأقدام وعدم الزلل خاصة عند لقاء الكفار أو عند المصائب، فإنك تدعو بالثبات بأن الله سبحانه وتعالى يثبت قدمك دون أن تزل. كذلك يقول أنس رضي الله عنه وهو يعني من أقرب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء. يعني هذا الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة في اليوم يقول هذا الدعاء، إذ جعل هذا الدعاء أكثر دعاء يدعو به صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبين لك أهمية هذا الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بهذا الأمر، ويجعل الصحابة من بعده يقتدون فيه بأن يكون هذا دعاءهم وهذا طلبهم بأن الله سبحانه وتعالى يثبتهم على الطريق ولا يضلهم بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى. لذلك في تكملة الحديث يقول أنس يا رسول الله أتخاف علينا وأنت بين أظهرنا، يعني حنا نشوفك ونقوم ونقعد معاك ونجي معاك وانت خايف علينا؟ فقال يا أنس إن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني لا تأمن، الذي يأمن من الضلال والغواية فهذا يعني خسران. الإنسان دائما يكون يعني محاسب لنفسه، يخشى على نفسه النفاق ويخشى على نفسه الضلال. لذلك عمر كان دائما يسأل حذيفة كاتم السر، حذيفة بن اليمان، يقول يا حذيفة أسماني رسول الله من المنافقين؟ شوف عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يقول يا رسول الله هل سماني رسول الله، يا حذيفة هل سماني رسول الله من المنافقين؟ هل أنا منافق؟ هل أنا وقعت في النفاق؟ حاشا عمر أن يقع في النفاق، لكن دليل على محاسبة نفسه وخشيته من أن يقع في النفاق بأنه يعني يظهر أو يظهر الإيمان وقد يخفي شيئا آخر. فالإنسان دائما يتابع نفسه ويحاسب نفسه في هذا الباب بأنه دائما يكون على صلة ودعاء بأن الله سبحانه وتعالى يثبته ويجعله دائما على الطريق وألا ينتكس ولا يعود عن طريق الله سبحانه وتعالى.